اكيد يوم مهم جدا جدا في ليفربول، ان ليفربول بياخد الدوري بعد حوالي 30 سنه. صلاح بيتوج ببطوله الدوري. في الماتش كانش موفق، وهو طالع حتى شكله زعلان، لكن ما اول ما الماتش خلص والتتويج واللحظات وكيني دالجلش مش عارف والناس كلها واقفه وبيسلموه الميداليه اللي بقى لهم 30 سنه بيحلموا بيها، اكيد الامور مختلفه تماما. يعني اول مصري يفوز بالبريمير ليج، طلع بالعلم المصري، شكله حاجة تنورنا وحاجة تشرفنا ان البريمير ليج في واحد مصري بيأدي بهذا الشكل. يعني انا شايف موسم جيد جدا. اي نعم ما خدش الهداف، لكن ممكن ان شاء الله حد يعدي ال 20 جون لو لعب الماتش الجاي وجاب جون ولا حاجة، يبقى جاب 20 جون في 3 مواسم ورا بعض، يعدي ال 20 جون لو جابها، يعني حاجة كبيرة جدا. اكيد موسم مهم، مش الاحسن لصلاح لكن الاحسن كجماعيه، ان هو خد بطوله الدوري اللي هي حلم الجماهير ليفربول. الناس بقى لها من اول ما بريمير ليج اتعمل 92 ما خدوش، يعني من زمان جدا، سنه 92 ما خدوش الدوري اساسا. من اول ما بريمير ليج اتعمل ما خدوش الدوري، اول مره بياخدوا الدوري تحت مسمى البريمير ليج، على الرغم ان هم كانوا الاكثر زمان حصولا على الدوري الانجليزي. فبالنسبه لهم اكيد حدث كبير ساهم فيه بشكل قوي جدا صلاح. يعني ازهى عصور ليفربول هو الوقت اللي فيه صلاح وماني وهذا الجيل الذهبي اللي خد شامبيونز ليج وخد دوري الانجليزي يعني.